بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم الطرق في برنامج انفرا ووركس 360. اعمل زوم على اي منطقة انا عايزها، وليكن مثلا المنطقة ديت، هقول له انا عايز ارسم طرق. لما اجي من بيلد مانج واجي اختار من هنا كرييت، وهلاقي عندي هنا الطرق رود، بيفتح لي سيلكت درو ستايل، اختار الستايل اللي انا عايز اشتغل عليه. بلاقي عندي هنا حاجات كتيرة جدا، انواع كتيرة جدا، حاجات بتبقى سيمبل، وحاجات بتبقى مثلا لو عايز ترسم بريدج، عايز ترسم مثلا كوبري وفي زرع وفي اعمدة انارة، في اشكال كتيرة زي ما انت شايف. في رامب، في حاجات ستاندرد. خلينا نختار مثلا اي واحد. طيب لو انا عايز ابدا ارسم، هدوس على الماوس وابدا ارسم الكوبر بتاعي بالشكل دوت. لما تم الطريق بروح دايس مرتين، تمام. طيب لو انا عايز ارسم طريق متفرع من الطريق ده مثلا، ولكن مثلا عايز اخد حاجة فرعية، هقول له عايز ارسم روت واختار اي طريق. واقول له انا عايز ارسم طريق من هنا، واجي من النص وابدأ ادوس واسحب الطريق بتاعي. الاقي ان هو عمل لي التفريعه بتاعتي، تمام. طيب لو انا عايز اعدل في الطريق في اي وقت، سهل ان انا اعدل فيه ولا في مشاكل؟ سهل جدا، مجرد ان انا اعمل كليك هيبدا يظهر لي المقابل ديت. هروح دايس كليك شمال عشان بس احرك الشاشه بحيث ابقى شايفها بطريقه اسهل. ممكن في اي وقت اروح احرك المكعب دوت، ده بيتحكم في الاكس والواي بتاعي، تمام. ممكن اجي هنا اتحرك في الزد، ابدا اطلع او انزل زي ما انا عايز. هو اوتوماتيك بيروح مظبط مع الـ مع الـ مع الارض نفسها، لان هو عنده معلومات الارض، فبدا يعمل لي زي حفر هنا. هبدا اقول له لا، طب اطلع لي بقى شويه. تمام، اي طريق اقدر بكل سهوله ان انا اعمله سيلكت وابدا اعدل عليه. لو انا عايز اضيف اي نقطه، اجي هنا واروح ديس رايت كليك واقول له اد فيرتكس، اضيف نقطه لو انا محتاج نقطه اعدل بينها، تمام. فاضف لي النقطه، اقدر في اي وقت اجي هنا اقول له بروبرتس، ادخل في الخصائص كلها اقدر اعدل فيها، تمام. يعني ممكن اعدل الرول ستايل بتاعي، اختار اي ستايل اخر واقول له اوكي، هدوس ابديت او ابقى معلم على اوتو ابديت بحيث ان هو يعدل تلقائي. لو انا مش دايس اوتو ابديت هضطر ان انا ادوس ابديت بحيث ان هو يعمل تعديل الطريق. هذا هو التعديل، اظن واضح الفرق، تمام. طيب ممكن انا ارسم رود بطريقة تانية، ان انا هجي هنا رود واقول له ديزاين رود ويز، هلاقي انواع من الطرق ابدا اختار منها، تمام. يعني كل طريق منه بيبقى ليه خصائص، بحيث ان هو مثلا الهاي واي بيبقى ليه سرعه معينه عكس اللوكال، تمام. طيب ممكن مثلا اكون انا محتاج كفرش اريا، هقول له من هنا او برضو موجوده هنا كفرش، بحيث مثلا في منطقة معينة عايز أحدد إنها دي هيبقى فيها زرع مثلا أو هيبقى فيها أي حاجة، تمام. أقول له أنا عايز المنطقة ديت وأبدأ أحدد حدود المنطقة اللي أنا هرسم فيها، تمام.
بحس وانا شغال، عارف انت المنطقه دي مثلا منطقه زرع او منطقه بناء او منطقه حكوميه او اي منطقه، ممكن برضو اقول له عايز اعمل بيلدينج. تمام، مثلا في هنا مثلا في مبنى موجود، اروح احدد الحدود بتاعته، وسهل جدا زي ما شفنا في رود هتعمل على سيليكت وتعدل، يعني مش مجرد ان انت رسمتها مرة واحدة خلاص بس ثبت معاك، لا في اي وقت تقدر تعدل. مجرد ان انت بعد ما رسمت هتدوس سيليكت وتقول له ايديت، هتلاقي نفسك تقدر تعدل، تقدر تعدل اي نقطة، تقدر ترفع شكل البناء دوت او تقدر تلفه. تمام، طب لو انا عندي شكل البناء ده موجود مثلا ان انا عامله ريفيت او 3 دي ماكس، اقول له ايه عايز ادخل المعلومه ديت، هاجي هنا في بيلد اند مانج، هقول له انا عايز كريت اند مانج يور موديل، هقول له انا عايز ذات السورس. دي المعلومات بتاعه المشروع كله. تمام، يعني بتلاقي هنا في مثلا البيانات اللي احنا مستوردينها، لو في صور، لو في ملفات اكس ام ال، او في اي ملفات احنا مستوردينها. لو عايز اضيف حاجه تانية بدوس هنا، اقول له انا عايز استورد 3 دي موديل او توكاد سي في ال 3 دي او اي ام اكس او ريفيت او سي تي جي ام ال او دي جي ان او دي دبليو اف اي اف سي. اي اف سي صيغه تبادل بين برامج البيم، في اغلب برامج البيم بتصدر الاي اف سي، حتى السكتش اب موجود. واول ما استورد اي حاجه ممكن تعمل له كونفيجر او ريفريش. طيب المعلومات اللي احنا بنستوردها دي بتبقى موجوده فين؟ لو رحنا هوم وقلت له اوبن، هنلاقي الملفات بتاعتنا موجوده اهيت بملف اسمه اس كيو ال اي تي اي. كل ملف من دول جنبيه فولدر بتلاقي فيه كل الصور وفي كل الداتا وفي كل الحاجات اللي احنا مستخدمينها. تمام، اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. اخوكم عمر.